ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه مشاهدينا الكرام سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وطابت اوقاتكم بكل خير واهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجنا الاسبوعي المرحمه والذي نخصصه للاسبوع الثاني على التوالي للحديث عن محبه النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه يطيب لي في مطلع هذا اللقاء أن أرحب باسمكم جميعا بصاحب الفضيلة الشيخ مهدي الزياني كما يطيب لي أن أستقبل استفساراتكم واستشاراتكم عبر بريد البرنامج الذي يظهر على الشاشة بين الفينة والأخرى أولى محاور هذا اللقاء نستهلها بهذه اللوحة الدعوية. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الشيخ مهدي حياكم الله واهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الثاني شيخنا الكريم. سلمكم الله لعلنا بدايه في هذا الجزء يعني لو تذكر لنا سلمكم الله ملخصا لاهم ما تناولناه في حلقه الاسبوع الماضي حول موضوع محبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني نربط المشاهد بين جزئي الموضوع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم أما بعد. أحييك أخي الكريم بتحية الإسلام ومشاهديك الأكارم فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في الحلقة الماضية الحكمة من إرسال الرسل وقلنا ان الحكمه من ارسال الرسل هي اقامه الحجه على عباد الله عز وجل حتى لا ياتوا يوم القيامه فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا". فالحكمه من ارسال الرسل هي إقامة الحجة على عباد الله سبحانه وتعالى وكذلك من الحكم التي من أجلها أرسل الرسل هو كمال عد الله سبحانه وتعالى فمن كمال عد الله عز وجل أنه لا يظلم عنده أحد كما قال سبحانه وتعالى وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ فمن كمال عده سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل حتى يبلغوا دين الله سبحانه وتعالى وكذلك ايضا الحكمه من ارسال الرسل هو بيان الحال التي من اجلها خلق العباد فالله عز وجل يقول في كتابه العزيز وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي الا لعبادته سبحانه وتعالى فهذه العباده التي امر الله عز وجل بها لا يعلمها الخلق ولا يعلمون عنها شيئا ولا يدركون عنها شيئا الا بارسال الرسل فارسل الله عز وجل الرسل الانبياء والمرسلين حتى يبينوا للناس الغايه التي من اجلها خلقوا وهي عبادته سبحانه وتعالى فهذه هي الحكم او بعض الحكم التي من اجلها ارسل الرسل وتكلمنا أيضا في الحلقة الماضية حول التفاضل بين الأنبياء والجمع بين قول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقول الله سبحانه وتعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وقوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء فأردنا أو بينا الجمع بين ذلك الحديث وتلك الايات من كتاب الله عز وجل وقلنا ان الجمع الصحيح الذي ذهب اليه المفسرون وكذلك العلماء هو ان التفضيل ليس في اصل الرساله والنبوه فكلهم رسل الله وكلهم انبياء الله عز وجل وانما التفضيل يكون فيما اعطاهم الله عز وجل من المعجزات والبراهين من المعجزات والبراهين هنا تكون المفاضله بين الانبياء اما المفاضله في اصل الرساله والنبوه فهذا غير وارد انما كما قلنا الصحيح هو ان التفاضل بين الانبياء والمرسلين هو فيما اعطاهم الله عز وجل من البراهين ومن المعجزات وذكرنا ايضا في الحلقة الماضية مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. والله عز وجل لا يختم إلا بما هو أفضل وأحسن. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين وكذلك دين الإسلام هو ناسخ للتوراة والإنجيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الصحيح عنه لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي الا دخل النار فدل ذلك على فضل النبي صلى الله عليه واله وسلم وكذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم تجب طاعته كما ذكرنا في الحلقه الماضيه وفصلنا في مثل هذه المسائل وربما يعني نعم. نكتفي بما قلناه انفا وندخل نعم. باذن الله عز وجل في حلقتنا الجديده الماتعه النافعه بعون الله وسلم. الله خير شيخنا الكريم على هذا الترخيص الطيب المبارك. أه سلمكم الله لو بدانا بهذه الايه التي استمعنا اليها مع أه بدايه الحلقه قول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لو وقفنا مع هذه الآية سلمكم الله يعني شرحا وتفسيرا ويعني أعطيتنا نوبذا مما ذكره وقاله أهل التفسير وعلماء التأويل حول هذا النص في قول الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم هذه الآية بيّنت وأوضحت مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم من كمال رأفته ورحمته بهذه الأمة المحمدية أنه كان حريصا عليها وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هذه الأمة شديد الحرص وهذا لكمال رأفته صلى الله عليه وآله وسلم فالله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين وهذا من شدة حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه حريص على ابلاغ الرساله وعلى اداء الامانه التي كلف بها والتي امر بتبليغها لقد جاءكم رسول من انفسكم دلت هذه الايه على ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث من اهل مكه من انفسكم ايها العرب فنبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عنه انه قال اختار الله كنانة من ولد إسماعيل واختار قريشا أو اختار قريشا من كنانة واختار بني هاشم من قريش واختارني من بني هاشم فنبينا صلى الله عليه وسلم هو من أفضل الأنساب وأعلاها مقاما وأشرفها مكانة لقد جاءكم رسول من, أنفس من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم اي ان النبي صلى الله عليه وسلم يعز عليه ويصعب عليه ان ان يصيبكم العنت وان تصيبكم الشده فلهذا بيان وايضاح ان دين الله عز وجل يسر ان دين الله سبحانه وتعالى يسر يسره الله عز وجل فهذا الدين يسر في كل شيء في احكامه في معاملاته في اجتماعياته سياساته في عقائده فدين الله عز وجل يسر حريص عليه ما عنتم فهناك بعض الناس عندهم مفاهيم خاطئه او مفاهيم مغلوطه فكما اسلفنا وقلنا ان دين الله يسر والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاد الدين احد الا غلبه، وقال صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر فاوغلوا فيه برفق، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عنه لما بعث معاذا وابا موسى الاشعري الى اليمن قال لهما بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص على هذه الامه أن تصاب بالعنة والشدة ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الرجل سؤالا فينزل الله عز وجل فيه حكما يكون هذا الحكم شديدا على هذه الأمة فعنف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل لذلك السؤال لكن بعض الناس وللأسف الشديد عندهم فهم خاطئ فيما يتعلق بالتيسير فتراه يقع في المعاصي والذنوب فإذا نصحته وبينت له اجابك بأن الدين يسر لا عنة فيه وتراه احيانا يترك الواجبات والمأمورات فإذا نصحته وبينت له قال ان الدين يسر لا عنة فيه وهذا من الخلط العجيب والغريب في المفاهيم والمدارك فنقول له نعم دين الله يسر في أوامره وكذلك في نواهيه فما أمر الله عز وجل بأمر إلا كان هذا الأمر يسر على عباده وما نهى عن شيء إلا كان هذا الشيء عنة وشدة على عباده إن فعلوه لكن ان تقع في المحظور وان تترك المامور ثم تحتج بان دين الله يسر فنقول لك هذا من الخطا ومن الفهم السقيم الذي يجب على المسلم ان يجتنبه وان يبتعد عنه حتى لا يقع في شباك الشيطان فهذه الايه كما قلنا بينت دواعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم من محبة او من كمال محبة النبي عليه الصلاه والسلام كمال نصحه لامته فالنبي صلى الله عليه واله وسلم كان حريصا في نصحه لامته صلى الله عليه واله وسلم فالنبي صلى الله عليه واله وسلم كما قال الله عز وجل وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فنبينا صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالمين. والله عز وجل ذكر في كتابه العزيز آية عظيمة تبين منزلة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يقول المولى جل وعلا: "وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون". الله عز وجل لا يعذب هذه الأمة وأنت فيهم يا محمد. وهذا لكمال مكانته ورأفته ورحمته بأمة محمد او محمد صلى الله عليه وسلم بأمته صلوات الله وسلامه عليه وكذلك من دواعي محبه النبي عليه الصلاه والسلام ان حب المسلم للرسول صلى الله عليه وسلم تابع لحب الله عز وجل وكذلك من دواعي محبه النبي صلى الله عليه وسلم التي تضمنتها هذه الآيه أن الله تعالى أحبه واختاره من خلقه فيجب علينا حبه, حبه صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن وسلم أنه قال مثلي ومثل الأنبياء مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا إلا موضع لبنة وجاء الناس يطوفون حول هذا البيت ويقولون ما اجمله وما احسنه لولا هذه اللبنه فقال صلى الله عليه وسلم: وانا تلك اللبنه وانا تلك اللبنه فهذه الايه التي ذكرت انفا وهي قول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم فوصف الله عز وجل نبينا بوصفين عظيمين أنه رؤوف وأنه رحيم بأمته وهذا الذي يقرأ في السيرة النبوية يرى هذين الوصفين متجسدين متمثلين في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان رؤوفا بأمته رحيما بهم وكما جاء ايضا في صحيح مسلم من حديث انس بن مالك بيانا لهذه الرأفه وهذه الرحمه ان اعرابيا اخذ بثوب النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم قال يا محمد اعطني من مال الله قال انس بن مالك والله لقد رايت اثر البرده في عنق النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الأعرابي بعد أن تبسم في وجهه قال أعطوه من مال الله وهذه هي الرأفة وهذه هي الرحمة بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا, تلا قوله تعالى رب إنهن أضللن كثيرا من الناس رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني هذه الآية نعم. قال إبراهيم عليه السلام وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم فإن فإنك أنت العزيز الحكيم ثم بكى صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال رب أمتي رب أمتي رب أمتي فارسل الله عز وجل جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم وهو اعلم به، قال يا جبريل سل محمد فيما يبكيك؟ فنزل جبريل عليه السلام وقال يا محمد فيما تبكي؟ قال ابكي على امتي امتي فرجع جبريل عليه السلام الى ربنا سبحانه وتعالى وقال ربي انه يبكي على امته فقال الله عز وجل اذهب الى محمد فقل انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك وهذا دليل على رافه النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. وعلى رحمته سبحانه صلى الله عليه واله وسلم، نعم. نعم جزاك الله خير، شيخنا طيب يعني ذكرتم ايضا في الجزء الاول واشرتم ايضا في في ثنايا جوابكم ان محبته صلى الله عليه وسلم تكون بالاتباع. هنا لو يعني انتقلنا الى الضفه الاخرى وعكس الاتباع الذي هو الابتداع يعني الكثير من الاحاديث التي جاءت في التحذير من المحدثات ومن البدع يعني برايكم لماذا يعني سلطت الشريعه منظار التحذير من من البدع وايضا يعني ما تعريف البدعه التي جاءت الكثير من النصوص في التحذير والتشنيع عليها وعلى اهلها لا شك أن الواجب على المسلم هو اتباع النبي صلى الله عليه واله وسلم والحذر من البدع والابتداع في دين الله عز وجل. فالله عز وجل يقول في كتابه العزيز وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول الله عز وجل قل اطيعوا الله والرسول. ويقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بل ربنا جل وعلا اخبر في آية عظيمة وحذّر المسلمين انهم يبتدعوا وان يقعوا وان يحدثوا في دين الله عز وجل، فقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن امره. اي عن امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم فليحذر اولئك القوم الذين يحدثون في دين الله عز وجل من البدع والضلالات ان الله عز وجل يصيبهم بفتنه او عذاب اليم البدعه كما عرفها اهل العلم قالوا كل شيء احدث على غير مثال سابق سواء اكان مذموما او ممدوحا وقال الله عز وجل في كتابه قل ما كنت بدعا من الرسل قل ما كنت بدعا من الرسل اي ما كنت اول الرسل الذين ارسلهم الله عز وجل فقد ارسل قبلي رسلا كثرا هذا هذه البدعه كما جاء تعريفها في اللغة كما جاء في لسان العرب وغيره من كتب اللغة ومعاجم اللغة التي اعتنت بألفاظ اللغة العربية أما اللغة أما البدعة من حيث الاصطلاح الشرعي فاختلف أهل العلم في تعريفها على تعريفين اثنين التعريف الأول وسع مدلول البدعة وسعه اي وسع مدلولها لتشمل كل ما حدث بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان مذموما او ممدوحا هذا التعريف جاء فيه التوسيع والتوسع في تعريف البدعه والفريق الثاني قصر مدلول البدعه قال البدعه على الحادث المذموم الذي لم يرد ب... الذي لم يرد به الشرع ولم يندرج تحت اصل يعمل به وهذا التعريف ادخل العبادات وكذلك العادات التي تعمل وتفعل بقصد التقرب والتعبد الى الله عز وجل ولم يامر بها الشرع بمعنى ان كل عباده كل عباده يفعلها الانسان او عاده يقصد بها التقرب الى الله عز وجل لم ياذن بها الشرع ولم يامر بها الشرع فهي تعتبر بدعه مذمومه يحذر منها ولهذا وقع تقسيم البدعه عند العلماء بين تقسيمات عديده فمن اهل العلم من قسم البدعة الى قسمين وقال البدعة منها ما هو ممدوح ومنها ما هو مذموم وممن ذهب الى هذا القول الامام الشافعي رحمه الله حيث قال البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو ممدوح وما خالف السنة فهو مذموم واستدل الامام الشافعي رحمه الله بقول عمر رضي الله عنه نعمه البدعه في قيام الليل واستدل ايضا بقوله وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه ومن سن في الاسلام سنه سيئه فله وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. وكذلك ابن الجوزي رحمه الله ذهب الى هذا القول. وهناك من قسم البدعه الى اقسام خمس كما قسم اهل الاصول الاحكام التكليفيه فقال البدعه تنقسم الى خمسه اقسام بدعه واجبه وبدعه محرمه وبدعه مكروهه وبدعه مستحبه وبدعه مندوبه وممن ذهب الى هذا القول العز بن عبد السلام وكذلك الإمام القرافي رحمه الله وكذلك الإمام النووي وأشار الحافظ ابن حجر إلى هذا التقسيم في بعض المواطن كما جاء في فتح الباري لكن الإمام العز بن عبد السلام ذكر طريقة في معرفة ذلك فقال أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلت في نعم. قواعد التحريف فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوبة فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة إلى غير ذلك. نعم. ومنهم من ذهب إلى أن البدعة قسم واحد وهي تكون ضلال والعياذ بالله وقال أن البدعة مذمومة على الإطلاق. وممن ذهب الى هذا القول امام دار الهجره مالك بن انس رحمه الله حيث قال من ابتدع في الاسلام بدعه يراها حسنه فقد زعم ان محمدا قد خان الرساله لان الله عز وجل يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ثم قال رحمه الله فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا نعم. وممن ذهب إلى هذا القول أحمد بن حنبل رحمه الله وكذلك ابن وضاح وهذا القول هو القول الصحيح والراجح نعم. لأدلة كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور عنه حديث العرباض بن سارية معظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله لعل موعظه مودع فاوصنا قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد حبشي نعم. ثم قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. فقالوا ان كل هنا من الفاظ العموم فكل بدعه احدثت في دين الله عز وجل نعم. فتعتبر ضلالة والعياذ بالله وأفضل من تكلم حول البدعة هو آه الإمام الشاطبي كما في كتاب الاعتصام فقد تكلم حول هذه المسألة وأفاض فيها ولا يوجد أحد تكلم على البدعة وفصل فيها تفصيلا علميا شرعيا تقليديا تأصيليا كما فعل الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الاعتصام نعم جزاك الله خير شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونستأذنك خير. للانتقال للمحور الثاني والذي نستهله بهذه اللوحة الدعوية قال ابن جريج رحمه الله زعم أقوام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله فقالوا يا محمد اِنَّا نُحِبُّ رَبَّنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ حياكم <applause> 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 الله مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من هذا اللقاء الذي نخصصه للحديث عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وعن اتباعه واتباع سنته. شيخنا الكريم يعني لعل هناك سؤال يعني الان طرأ في بالي في مسأله البدعه، يعني لو نبهتنا على يعني واعطيتنا امثله لان ما قررتموه يعني هو من الناحيه العلميه، وربما ما يهم عامه الناس هو الجانب العملي، يعني ما يقع فيه الناس اليوم من بدع، لو مثلت لنا بمجموعه من هذه البدع لعل يعني مستمعا يستفيد منها ويجتنبها. لا شك ان البدعه خطرها عظيم كما قال احد السلف ما اقام الناس بدعه الا اماتوا مثلها سنه بمعنى ان الناس اذا عملوا بالبدعه واحيوا بدعه فان هذه البدعه في مقابلها تجد سنه قد اميتت واخمدت وهذا والعياذ بالله من شؤم البدع من شؤم البدع ومن مضار البدع انها تزيل السنن وتذهب السنن. ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجاء ايضا من حديث عائشه رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فهذا الحديث جمع بين امرين بين الاحداث والعمل. فمن احدث في دين الله عز وجل بدعه او احدث عملا يقصد به التعبد والتقرب الى الله عز وجل ولم يامر به الله عز وجل ولم يامر به النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك ان هذا احداث في الدين وكانه يستدرك على نبينا صلى الله عليه وسلم فلا شك ان الاسلام قد انتهى اي بمعنى ان الله عز وجل قد اكمل هذا الدين اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فدين اكمله الله وارتضاه الله عز وجل فلا يجوز لاحد ان يزيد فيه شيئا بقصد التقرب والتعبد الى الله عز وجل فلو ان هذا الفعل الذي انت تفعله وتتقرب به الى الله عز وجل لم يفعله النبي صلى الله عليه واله وسلم فانت بين امرين بين انك تقول بان هذا الفعل الذي افعله والعباده التي اتعبد بها الى الله عز وجل نساها النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا شك ان هذا طعن في الشريعه وهذا والعياذ بالله ضلال مبين او انك تقول انا اهدى وافضل واحسن من النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابته الكرام ولا شك ان هذا ضلال مبين فيجب على المسلم ان يحذر من البدع انما انت مامور ان تتعبد الله سبحانه وتعالى بما شرعه وان تتعبد الله سبحانه وتعالى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم البدع لا شك انها كثيره حتى ان كثيرا من العلماء قد صنفوا مصنفات كثيره في البدع والمحدثات وذكروا كثيرا من البدع التي احدثت في دين الله عز وجل ولم تكن معروفه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صحابته الكرام الابرار الاتقياء البدع كثيره من البدع مثلا على سبيل المثال الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الناس يعني يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كما يحتفل النصارى بميلاد المسيح فنقول لهؤلاء على سبيل الإجمال ليس على سبيل التفصيل لأن نعم. الحلقة لا تسعفنا كي نذكر الأدلة والبراهين على ان هذا الذي يفعل هي بدعه النبي, ص... النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ولم يثبت عنه نعم انه احتفل بمولده اطلاقا ولم يثبت عن صحابته الكرام ايضا انهم احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم فهذه من البدع آه من البدع ايضا آه من البدع ايضا آه الدعاء عند القبر دعاء الله عز وجل عند القبور لا نعم. دعاء القبور بل يدعون الله يقول انا ادعو الله لكن نعم. يدعو, يدعو الله عند هذا القبر كانه يتوسل الى الله عز وجل بهذا الميت يجعل بينه وبين الله عز وجل وصائد وهذه ايضا من البدع ومن الضلالات اما ان دعا الميت بنفسه نعم. دعا الميت والعياذ بالله وطلب منه ان يعني يجلب نفعا او يدفع ضرا فلا شك ان هذا شرك والعياذ بالله ومن البدع التي انتشرت كثيرا في مساجدنا وكثيرا في مآتمنا في أمو في 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 حال المآتم تجد نعم ان بدعا كثيره قد يعني انتشرت وعمت وطمت فيجب على المسلم ان يتعبد الله عز وجل بما شرعه وان يترك البدع والمحدثات نعم نعم جزاك الله خير شيخنا طيب يعني كيف يمكن الجمع بين ما قررتموه من وجوب محبه النبي صلى الله عليه وسلم وبين ايضا براءه النبي عليه الصلاه من ان يتخذ من أحدا من البشر خليلا كما جاء في الحديث اني ابرا الى الله من ان يكون لي منكم خليلا فان الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر كيف يمكن الجمع بين وجوب محبته وبين أيضا هذه البراءة لا هو لا شك أن أن هناك ثم فرق بين هذا المعنى وذاك فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي واجبة بل محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي من الإيمان بل من أصل الإيمان فلا يكون العبد مؤمنا صادقا في إيمانه الا بمحبه النبي صلى الله عليه واله وسلم. عليه الصلاه فلا يدعي احد الايمان وهو والعياذ بالله يبغض النبي صلى الله عليه واله وسلم فنقول ان هذا الايمان ايمان زائف كاذب فالله عز وجل لا يقبل ايمان ايمان عبد كائنا من كان الا بمحبه النبي صلى الله عليه وسلم اصل المحبه تكون في القلب. والناس يتفاوتون في تلك المحبة بحسب الطاعات والقربات فكلما ازداد الإنسان قراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكلما ازداد الإنسان اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا كلما ازدادت هذه المحبة وازداد إيمانه في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وكلما ابتعد الانسان عن هدي النبي عليه الصلاه والسلام وكلما ابتعد والسلام. الانسان عن القراءه والاطلاع في سيره النبي عليه الصلاه والسلام ضعف ضعفت تلك المحبه نعم. والعياذ بالله لكن البراءه ها هنا في الخل في الخله الخله هي, هي 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 اعلى من المحبه الله عز وجل اتخذ ابراهيم خليلا واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا فالخلة أعلى مرتبة من المحبة فلهذا قال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا فالخلة لا تكون إلا لمحمد, صل لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنها مرتبة عالية أما المحبة فيشترك يشترك فيها جميع المسلمين في أصلها لكنهم يتفاوتون في تلك المحبة قوة وضعفا بحسب ما ذكرناه آنفا من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتباعه واتباع هديه والعمل والعمل بسنته صلى الله عليه واله وسلم، نعم. عليه الصلاه والسلام، شيخنا الكريم ايضا في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. سلمكم الله اليوم يعني مساله رد احكام النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من من احكام الله وسن هذه القوانين التي يعني تساس بها المجتمعات الاسلاميه. يعني هل من توجيه في ذلك وبيان علاقه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يتحاكم اليه المنتسب المنتسبون الى الاسلام. لا 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 شك ان تحكيم شرع الله عز وجل واجب تحكيم الكتاب والسنه واجب على الحكام وعلى الساسه ان يحكموا شرع الله عز وجل في خلقه ومن احسن من الله قيلا ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون فالله عز وجل ذم اولئك فقال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله فالواجب على الساسه والحكام ان يحكموا دين الله عز وجل وشرع الله عز وجل في عباده فاذا تركوا تحكيم شرع الله عز وجل وذهبوا يحكمون الخلق بقوانين البشر وبزبالات أذهانهم فلا شك أن هذا ضلال مبين لهذا الله عز وجل ذكر أوصافا ثلاث في مسألة تحكيم الله تحكيم شرع الله عز وجل فقال سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فالذي يستحل تحكيم غير شرع الله عز وجل فلا شك ان هذا كفر والعياذ بالله اما من يحكم غير شرع الله لهوى او لرشوه او لمحاباه فلا شك ان هذا يقع في الظلم ويقع في الفسق وما اصاب الامه من الذل والمهانه الا بعد ان تركوا تحكيم شرع الله عز وجل لهذا يقول فاروق الاسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فاذا ابتغينا العزه بغير الاسلام ماذا؟ اذلنا الله فاذا رايت الى ما حل بالمسلمين من الذل والمهانه والبؤس الذي نراه الان اذا رجعنا راينا ان ان هذا كله بعدم تحكيم شرع الله في المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بشريعه عامه جاء بشريعة عامة تحكم في العبادات وفي المعاملات وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي كل شؤون الحياة نعم لهذا يقول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ففي تحكيم شرع الله عز وجل وكذلك في حدود الله سبحانه وتعالى والعمل بحدود الله وبشرع الله عز وجل هو حياة وأمن واستقرار وعافية وبركة لكن إن تركنا شرع الله عز وجل وذهبنا نتلقف ذات اليمين وذات الشمال في قوانين وأفكار وأطروحات لبعض البشر فلا شك أن هذا والعياذ بالله هو الضلال وهذا هو الخذلان فيجب على المسلم أن يحكم شرع الله عز وجل لهذا يقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون واذا نظرنا واستمعنا الى هذه الايه الكريمه فلا وربك لا يؤمنون وهذا قسم من الله عز وجل فلا وربك يا محمد لا يؤمنون ولا يكون ايمانهم مقبولا صحيحا مستقيما حتى يحكموك فيما شجر بينهم ليس التحكيم فحسب لا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لهذا جاء في الصحيح لما أنزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله كلفنا من الاعمال ما نطيق الصلاه والصيام والزكاه لكننا لا نطيق هذا لا نطيق هذا ان الله يحاسبنا عما نحدث به في انفسنا هذا لا يملك الانسان ولا يقدر عليه فقال صلى الله عليه وسلم اتريدون ان تقولوا كما قال بنو اسرائيل لعيسى لموسى عليه السلام آه سمعنا وعصينا انما قولوا سمعنا واطعنا قال راوي الحديث فلما قراناها سمعنا واطعنا وذلت لها قلوبنا وانقادت لها قلوبنا انزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها الشاهد من ذلك ان الصحابه استسلموا وانقادوا وامتثلوا لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذه الايه فلما علم الله عز وجل صدق ايمانهم وتوحيدهم ويقينهم انزل الله عز وجل ايه تخفف عنهم هذا الامر فهكذا ينبغي المسلم دائما ان يقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير ان يحكم فيه شرع الله عز وجل وان يحكم فيه دين الله عز وجل كما قلنا آنفا في الاية الأولى فليحذر الذين يخالفون عن أمره إن خالفت أمرا يسلم في جزئية الماء مجرد المخالفة الله عز وجل سيصيبك بأمرين إما عذاب أليم وإما فتنة والعياذ بالله فيجب على الحكام والساسة أن يحكموا شرع الله عز وجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وان يتركوا تلك القوانين وتلك الانظمه التي ياتون بها تخالف شرع الله عز وجل. اما الانظمه واللوائح التي تنظم حياه المسلمين تنظمهم فقط كاشارات المرور وغيرها وغيرها فهذا لا باس بها ان راى الحاكم جدواها لكن ان يستبدل حكم الله وان تاتي بحكم يعني يخالف حكم الله عز وجل، مثلا في قتل النفس وفي الزنه وفي السرقه وفي غيرها تستبدل حكم الله عز وجل بحكم اخر فلا شك ان هذا ضلال مبين والعياذ بالله، نعم. جزاكم الله خير شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم وننتقل معا للمحور الاخير والذي نستهله بهذه اللوحه الدعويه. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قلنا ومن يابى يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى حياكم الله مشاهدينا الكرام في الجزء الاخير من هذا اللقاء الذي نستضيف فيه صاحب الفضيله الشيخ المهدي الزياني. شيخنا الكريم في ظلال هذا الحديث النبوي يعني لو اعطيتنا لمحه بسيطه عن يعني في شرحه وايضا ما المراد بالمعافاه هنا في هذا الحديث؟ هذا الحديث جاء فيه الوعيد الشديد حقيقة في الذين يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال كل أمتي يدخلون الجنة كل أمتي وكل هنا من ألفاظ العلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى من ذاك الشقي ومن ذاك التعيس الذي يأبى أن يدخل الجنة ما صفته ما حاله ما واقعه قال صلى الله عليه وسلم بيانا لحاله وواقعه من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أمران اثنان إن أردت الجنة وأردت مرضاة الله عز وجل وأردت المغفرة فما عليك إلا أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم طاعة كاملة وإذا عصيته والعياذ بالله فإنما أنت تريد ان تدخل النار فالنبي صلى الله عليه الله وسلم كما جاء في حديث اخر قال مثلي ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الجناذب والفراش يقعن فيها وهو يحجبهن عن النار واني اخذ بحجزكم عن النار وانتم تتفلتون مني وهذا كما قلنا آنفا من كمال رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم أنه حريص على أمته فمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليست أمرا هينا ومخالفته والعياذ بالله ربما تؤذ تؤدي بالمخالف إلى مصيبة عظيمة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا أكل بشماله عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل كل بيمينك فقال لا استطيع فقال صلى الله استطعت ما منعه الا الكبر فما رفعها الى فيه انظر يا عبد الله مخالفه واحده اكل بشماله ولم يطع النبي صلى الله عليه وسلم عندما امره ان ياكل بيمينه ترك الاقتداء والامتثال استكبارا فقال سلم الله استطعت فشلت تلك اليمين فشلت تلك اليد هذا خالف صلى في اكله فما ظنك يا عبد الله في من في من خالف النبي صلى عليه الله عليه وسلم في امور عظائم؟ فما ظنك في من خالف النبي صلى الله عليه وسلم في اشياء كبيره جدا يخالفه والعياذ بالله ماذا يكون حاله؟ فلا شك ان الانسان يجب ان يحذر والمعافاه هنا المقصود بها المعافاه في دينه والمعافاه في بدنه والمعافاه في صحته لأن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم هي معافاة في دينك يسلم لك دينك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ف... فليحذر المسلم أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جاء في السنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى كان نائما فجاءته الملائكه فقال بعضهم اضربوا له مثلا اضربوا لصاحبكم مثلا فقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقظان ثم قالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مادبه ودع الناس اليها فمن دخل الدار اكل من المادبه ومن لم يدخل الدار لم ياكل من المادبه ثم قال أولوها له فقالوا إن العين نائمة والقلب يقظان، ثم قالوا الدار هي الجنة والمأدبة هي مأدبة الجنة فمن والرجل هو النبي صلى الله عليه وسلم فمن دعاه فدخل الدار أي دخل الجنة فأكل من خيراتها وأكل من نعيمها ومن لم يدخل تلك الدار وهي الجنة ولم يطع النبي صلى الله عليه وسلم فانما حرم والعياذ بالله سؤال اخر ان النبي عليه الصلاه والسلام اول من تفتح له ابواب الجنه هو النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاه والسلام هو الشافع المشفع صلوات الله وسلامه عليه فكيف يا عبد الله ترتضي لنفسك ان تخالف امر النبي عليه الصلاه والسلام وان تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وان تخالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو اول من تفتح له ابواب الجنه، وهو اول من يشفع في الخلائق يوم القيامه. وينبغي للمسلم بل يجب على المسلم ان ينظر في حاله وان يقتضي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما امره الله عز وجل، وفيما امره النبي صلى الله عليه واله وسلم، وان يمتثل هديه وان يمتثل سنته وان ينقاد لامره وان ينصاع لشرعه. وان يقول كما قال السلف الصالح من الصحابه وتابعيهم: سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، ولا تقدم قولا ولا فعلا على قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فعله صلى الله عليه وسلم، ولا تقدم رايا على راي النبي عليه الصلاه والسلام، ولا تقدم فكرا من افكار البشر على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فان ذلك من الخذلان نسأل الله السلامة والعافية نعم الله خير شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم وبهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا لآخر مرافئ هذا اللقاء في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ المهدي الزياني على ما أجاد وأفاد وقدم والشكر أيضا موصول لكم على حسن المتابعة حتى نلتقي في حصة الإسبوع القادم لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة